بشكل فرعي. ممكن انت توصل لاتفاق حول الترسيم وتضلك انت عندك علامات استفهام حول مصير رئاسة الانتخابات الجمهورية، ولا هذا يصير بده يصير بناء على باكج ديل كاملة؟ من شان هيك نحن عندنا ثلاث احتمالات. قبل ما نفوت بالاحتمالات، هناك معلومات تشير الى ان مساعدة وزير الخارجية الامريكي باربرا ليف ستزور لبنان في منتصف آب. الزيارة ستكون متخصصة للبحث بملف ترسيم الحدود، بحال كان تم تحقيق التقدم ممكن يتحدد موعد للتوقيع. وهون حزب الله بدك تفتح هامش انه حزب الله مش بس مشترط الترسيم، مشترط قصة التنقيب، وقد تبلغ برسالة فرنسية بانه شركة توتال او غيرها من الشركات جاهزين ستكون في جاهزة للبدء بالعمل. اي انعكاس ايجابي او اي انعكاس لاتفاق ترسيم الحدود سيكون ايجابيا على غيره من الاستحقاقات. هون منفوت على الاحتمالات. عندك هذه المؤشرات الإيجابية يلي يمكن أن يبنى عليها من الآن إلى مهلة 6 أسابيع أو 7 أسابيع بالحد الأقصى، وبالتالي بحال حصل التوافق سيكون ذلك منسحبا على ملف انتخاب رئاسة الجمهورية. هون ثم من يعتبر أن حزب الله سيكون صاحب الموقف الأقوى، لأن ما جرى لا يمكن أن ينفصل عن اتفاق إقليمي إيراني أمريكي لابد أن ينعكس بالسياسة. فثمة من يراهن على تكرار التجربة وانتخاب حليف لحزب الله لرئاسة الجمهورية. هلأ بتقلي القوى الأخرى بتوافق ما بتوافق، بتشتغل على التعطيل، بقول لك كل الاحتمالات قائمة. السيناريو الثاني، بروز مؤشرات أو حصول أي خطأ بالتقدير أو بالحسابات يؤدي إلى انفجار الوضع بنتيجة حالة التعبئة المستمرة، سواء على الجانب اللبناني بالنسبة لحزب الله أو على جانب العدو الإسرائيلي، خاصة أنه بإسرائيل اليوم ما في زعيم وما في قائد لا على المستوى العسكري ولا على المستوى السياسي، وبالتالي قد تتخذ قرارات تتسم بالرعونة، إما لإثبات شرعية، إما لإثبات قوة، إما لتكريس شرعية سياسية ما قبل الانتخابات. وهناك وجهة نظر أخرى تقول أنه بهيك حالة الإسرائيلي ما بيلجأ ليعمل شيء، ولكن أي خطأ بالحسابات، أي ضربة تؤدي إلى سقوط ضحية، إصابة مباشرة، قد تؤدي إلى إشعال المنطقة. والاحتمال الثالث أنه لما بتروح على تحقيق نقاط إيجابية تتعلق بترسيم الحدود، لابد لذلك أن ينسحب على ملف الرئاسة على تزامن مع ضغوط دولية أمريكية وأوروبية للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد أو خطة اقتصادية أو خطة إصلاحية، وبالتالي منروح على البحث بهوية رئيس الجمهورية الذي باعتقادي سيكون شخصية تسويوية توافقية بين كل القوى، لأنه برجع بقول أي اتفاق سيكون نتاج لتقارب أو لتقاطع إقليمي وتقاطع دولي. تقاطع إقليمي يعني إيراني خليجي، تقاطع دولي يعني إيراني أمريكي. عشان هيك بتقدر يعني بتعتبرها لافتة الدعم الذي صرح فيه رئيس حزب القوات اللبنانية لقائد الجيش جوزيف عون فيما يتعلق بمعركة الرئاسة، إذا ما نحكي نحن على سيناريو تسوي لهذا الموقع. باعتقادي إذا بدك تطلع على الصورة هيك، ما في حدا غيره لقائد الجيش هلا يحظى بكل المواصفات وبالعلاقة مع جميع الأطراف وبالثقة الداخلية والخارجية. ويقبل به حزب الله؟ ليش ما بيقبل؟ في يعني معارك مستقرة وأيضا خلافات. ما بعتقد هيك. بكل الأحوال بكير. بكير وما نقعد نحرق، أو إذا تناولنا حدا يقولوا عم نحرقه أو عم نأذيه أو عم نضره. هذا جزء من النقاش العام، يعني طبعًا ثلاث أسماء طبعًا عم بيتم التداول فيه طبعًا. بس بالآخر نحن محكومين بالتسوية، كيف ستكون هذه التسوية قدام هيدا المشهد العام كله؟ تنمو في لبنان مشاكل مناطقية، جغرافية، قضائية، سياسية، مالية، مصرفية، شو ما صراعات بين المصارف بين بعضهم، بين القضاة بين بعضهم، بين القوى السياسية بين بعض البعض، داخل كل طائفة، داخل كل زروب، داخل كل شارع، هذا كله قابل لتفجير الواقع الاجتماعي والسياسي في لبنان. برجع بقول لك إذا حصل اتفاق، عم بحط سيناريو افتراضي، إيراني أمريكي انسحب على الواقع اللبناني، استفاد منه حزب الله سواء بالتركيبة السياسية بالتسوية أو بما هو أعمق، أي بالذهاب إلى تعديل دستور وتغيير وقائع تتعلق بتركيبة الدولة، بنية الدولة، بنية النظام السياسي، معطوفة على بنية القطاع المصرفي والقطاعات المالية كلها، قد يجد طرف نفسه رافضا لذلك، يرفض الاعتراف. إما سنذهب إلى صدام، وإما سنذهب إلى المزيد من دعوات الانقسام. هون لأرجع لقصة البطرك والمطران،
بغض النظر عن كل الأشياء القانونية وبغض النظر عن كل شيء، ثمة من يجد نفسه مستهدفا بهذا الأمر. يعني اليوم أنا إذا بدي أكون مسيحي مارون أو مسيحي وأنظر إلى كل هذه الوقائع التي حصلت في السنوات الماضية، تدمير ممنهج لكل مرتكزات المسيحيين في بنية النظام اللبناني، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع المصارف، قطاع الاستثمار والشركات الخاصة، حتى القطاع السياحي، كل المرتكزات الأساسية دمرت، لم يبقى سوى بكركة اللي عمرها 1400 سنة، لم يبقى سوى كل محاولة لتطويع هذا الصوت الذي يسعى للحفاظ على لبنان الكبير، يعني لبنان 1920. يعني تعتبر كيفية التعامل مع هذا الحدث هو مؤشر على أول شيء كيف ترى بكركي هذه الخطوة، وأيضا نتائج يعني أو كيف يحاول البعض منع بكركي من تكريس ما ترى. فبالتالي هي منا يعني في ظرف سياسي مؤقت، ممكن يكون في توصيل رسالات من خلالها، هي حتماً قد تكون مؤشر. برجع بقول لك بغياب الميزان في شماعة بتعلق عليها مجموعة قطع، مجموعة أسباب بتقدر تيجي تجمعها وتركبها على هالشماعة وبتركب. ليش؟ لأنه ما عندك ميزان، أنت بتوقف المطران بغض النظر. برجع بقول أنا ما بدي فوت بالأشياء القضائية، بالمقابل عامر الفخوري بيظهر أو غير عامر الفخوري أو ما بعرف شو بتكون عم بتخبي غير هيدي القضية.